السلام عليكم. قال ائتلاف الإغاثة في تعز إن الوضع الإنساني في المحافظة يزداد صعوبة مع عدم توفر الإغاثة اللازمة لمساعدة آلاف المدنيين الذين هم بحاجة ماسة للإغاثة. وقال مسؤولو الائتلاف في مؤتمر صحفي إن محافظة تعز باتت تعاني المجاعة نظراً لتوقف دخول المساعدات إليها منذ أغسطس من العام الماضي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنسلط الضوء على أهم ملامح الأزمة الإنسانية في محافظة تعز، وأيضاً إلى دور الحكومة والمنظمات الدولية في معالجتها. إذن يبقى الملف الإنساني في تعز هاجساً يؤرق المدينة التي لم تخرج بعد من حالة الحرب، ففي حين تستمر قذائف الميليشيا في التساقط على رؤوس المدنيين في المدينة، وفي ريف المحافظة أيضاً تبدو الحالة الإنسانية في وضع كارثي، وهو ما دعا السلطات المحلية إلى الإعلان عن مجاعة في المحافظة. قبل إخراج الميليشيا من بعض أحياء المدينة كان يلقى باللوم على الحصار، ولكن بعد فك الحصار جزئياً وتوفر منافذ تسمح بدخول المواد الإغاثية إلى المدينة بقي الحال على ما هو عليه، لأن بعض القوافل الإغاثية الصغيرة التي لا تكفي لمواجهة الحالة الإنسانية المزرية التي تمر بها المدينة والمحافظة بشكل عام كما يقول مسؤولو الإغاثة. نبدأ النقاش مشاهدينا مع ضيوفنا بعد أن نتابع هذا التقرير. في تعز تتجلى الكارثة الإنسانية التي تعصف بالبلد منذ عامين بفعل الحرب وقصور الاستجابة عن مواجهة الاحتياجات الإنسانية الناجمة عنها. وضع إنساني مزر يصاحبه قصور في التدخل الإنساني من جانب الحكومة ومنظمات الإغاثة الدولية التي بقيت تعز على هامش أجندتها طوال العامين الماضيين. بعد حصار استمر لأشهر تحررت معظم منافذ المدينة من سيطرة الميليشيا، وبقي سكانها منتظرين وصول المساعدات الإغاثية، إلا أن ما وصل المدينة لا يكفي لسد احتياجات مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين داخلها وفي عموم المحافظة. تمنع ميليشيا الحوثي والمخلوع دخول المساعدات من المنافذ التي لا تزال تسيطر عليها، فيما تبقى الحكومة عاجزة عن إيصال المساعدات المطلوبة من المنافذ التي تحت سيطرتها، وهذا ما جعل المحافظة تبقى على حالها السابق في ظل الحصار الذي كانت تفرضه عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع لأشهر مضت. يقول ائتلاف الإغاثة إنه منذ أغسطس الماضي لم تدخل المحافظة أي مساعدات إغاثية، وإذا ما أضيف إلى ذلك توقف الرواتب عن موظفي المحافظة كغيرها من المحافظات، فإن الكارثة الإنسانية تبلغ مداها بالنظر إلى ما فعلته الحرب بالمدينة والتي تجعلها أشد المدن اليمنية تضررا من الحرب وتبعاتها. ائتلاف الإغاثة الذي عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن الوضع الإنساني في تعز أكد أن المحافظة دخلت مرحلة المجاعة جراء استمرار الحرب وتوقف أعمال الناس منذ عامين، وأن المئات من الأسر لم تعد تملك قوت يومها، داعيا المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية لإنقاذ المدنيين في تعز، مؤكدا بأن البيانات والتحذيرات بفداحة الوضع في المدينة والتي تطلقها مرارا هذه المنظمات لم تتم ترجمتها إلى مشاريع عملية ومساعدات وإيجاد حلول عاجلة. إذن مشاهدينا نبدأ نقاش، وينضم إلينا من تعز رئيس ائتلاف الإغاثة دكتور عبد الكريم شمسان. مساء الخير دكتور. مساء النور أخي، الله يحفظك. أهلا بك دكتور. أعلنتم في مؤتمر صحفي أن تعز على حافة المجاعة إن لم تكن يعني قد وقعت المجاعة فعلا في هذه المدينة. هل أجملت لنا الوضع الإنساني في المحافظة بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة محافظة تعز تعيش مأساة منذ سنتين، وقد كانت أعلنت الحكومة أن محافظة تعز مدينة منكوبة، والمنظمات الدولية ممثلة بالأمم المتحدة أعلنت محافظة تعز أنها أكثر المحافظات تضررا من حيث النازحين والقتلى والجرحى، علاوة على انقطاع الخدمات العامة منها الماء والكهرباء والنظافة لمدة سنتين. كذلك في تعز حقيقة تم تدمير 4204 منزل ومشاة، وتوقف 116 مرفق صحي، وتوقف 129 مدرسة غير صالحة للدراسة، وتسرب 250 ألف تلميذ وتلميذة من إجمالي 850 ألف تلميذ وتلميذة في محافظة تعز. محافظة تعز أكثر ما تعاني هو اليوم أكثر من الحصار الكلي، عندما كانت في حصار كلي بسبب انقطاع صرف المرتبات لمئات الآلاف من العوائل، مما زاد من مأساة المحافظة. حقيقة نحن ندعو المنظمات الدولية لتهب لتنقذ محافظة تعز في جميع النواحي من الماء والغذاء والدواء. نعم دكتور، كنت قد سألتك يعني
في خلال المؤتمر الصحفي الذي أقمته يوم أمس، أعلنتم أنه منذ أغسطس الماضي لم تدخل المدينة أي مساعدات إغاثية. كيف يمكن فهم هذا مع أن المنافذ أصبحت مفتوحة أمام دخول أي مساعدات؟ حقيقة منذ أغسطس قلت بشكل كبير جدا الإغاثة لمحافظة تعز. دخلت بعض المنظمات ما زالت تعمل، لكنها ليست بالقدر الكافي، لأن صرف المرتبات هذا أثر تأثير كبير جدا. هناك مئات الآلاف من الأسر كانت تعتمد على المرتبات، هذه مئات الآلاف من الأسر انضمت إلى الفئة المتضررة والفئة الفقيرة في الوقت الذي ربما إحدى المنظمات الدولية توزع من 20 إلى 26 ألف سلة ل 26 ألف عائلة، مع أن محافظة تعز بها حوالي اليوم أكثر من 500 ألف سلة غذائية، وكأنها ترمي يعني حصى في ثلاثة. دكتور، أنت أشرت إلى أنها قلت، يعني بمعنى أنه يعني المنظمات الحقوقية باتت تدخل مساعدات ولكن بشكل قليل، يعني ليست مساعدات تأتي عبر مبادرات وغيرها. لا لا لا، حقيقة ولا أقول أن ربما الحديث خان عندما أقول أقلت، وإنما هي أقل من القليل بكثير. ربما منظمة أو ثنتين هي التي تزاول العمل بالذات في المواد الغذائية. هناك بعض المنظمات تهتم بالدعم النفسي. وهل ما تقدمه هذه المنظمات يظل بالشكل الطبيعي دكتور؟ هذه المنظمات الواحدة أو الاثنتين يعني التي ذكرتها، يعني تقدم المعونات بالشكل الطبيعي بالطاقة المفترضة لهذه المنظمات أم ماذا؟ هي تعطي من 20 إلى 26 ألف سلة غذائية لمجموعة من الأسر، لكنها لا تفي بالقدر الكافي وتنقطع بأشهر معينة وترجع في أشهر معينة. ليس هناك عملية منتظمة في عملية الغذاء أو الدواء أو المياه. كانت في العام الماضي مع الحصار ربما المبادرات وأصحاب رجال الخير وغيرهم يقوموا بهبة كبيرة لإنقاذ المحافظة وتزويدها بالمياه والدواء والعلاج، لكن من أغسطس حقيقة قلت المساعدات ولا ندري ما هو السبب. بالإضافة كما قلت لك ربما ثالثة الوفاة كما يقولون هو عدم صرف المرتبات، هذا زاد من حدة المأساة على محافظة تعز، ولهذا نحن ندعو إلى إغاثة محافظة تعز بتوفير 500 ألف سلة غذائية شهريا وصرف المرتبات وتوفير مياه الشرب وتوفير احتياجات المرأة والطفل ورفع القمامة من الشوارع وتشغيل المستشفيات العامة وتشغيل كذلك المراكز الصحية في المراكز المديريات وتشغيل مستشفى الأمراض النفسية ومستشفى الأمل لعلاج السرطان ومراكز العظام وحل مشكلة الجرحى. هذه بعض مطالب محافظة تعز لازم أن تحل بسرعة عاجلة. نعم، لكن دكتور أستسمحك بالبقاء معي، سأشرك معنا بالنقاش وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي. سعادة الوكيل مساء الخير. مساء النور. سعادة الوكيل، تقولون إنه لم يدخل المحافظة محافظة تعز أي مساعدات إغاثية. أنتم في السلطة المحلية كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ هو بالنسبة لنا نعم تفضل. هو بالنسبة لنا كسلطة محلية يمثل عبء على السلطة المحلية، لأننا لم نستطيع أن نقوم بإعباء مؤسسات الدولة للمواطنين، وبالتالي حتى نحن من البداية كان الاعتماد ليس بما تقدمه الدولة، لأنه لم تقدم شيء، كانت تعتمد على المنظمات والهيئات الخارجية التي كانت تعتمد على شركاء داخليين هم اللي يتم التوزيع عبرهم. حتى نحن في اللجنة الفرعية للإغاثة نحن عملنا مراقبة ومتابعة وتنسيق فيما يتصل بالعمل الإغاثي. كان العمل الإغاثي نعتمد على أساس المنظمات التي تقدم هذا الدعم الخارجي، وبالتالي نحن الآن في وضع صعب لأننا لم نقدم كنا شيء، وبالتالي ما قطعت اليوم. نحن نقول المنظمات الدولية لم تعد تقدم شيء، وبالتالي انقطع المواد الغذائية عن الناس وانقطعت الإغاثة، إضافة إلى الخدمات الأساسية التي يفترض أن نوفرها للمواطنين. الدولة ليست معها موازنة تشغيلية عشان نقول والله المؤسسات الدولة ولا السلطة المحلية قادرة أن تقدم شيء للمواطنين، وبالتالي ماذا نقدم نحن في غياب الإمكانيات، عدم وجود إمكانيات ولا موازنة تشغيلية؟ نحن نقول أنه يفترض أن تبدأ الدولة، مؤسسات الدولة أن تبدأ أن تشيل من عبء المواطن من خلال قدرتها على المساهمة في العمل الإغاثي بما يترتب على الإغاثة. نحن لم نكمل إلى متى سنعتمد على المنظمة الخارجية التي تقدم لنا مساعدات؟ هذه
جرس إنذار فيما تعاملت مع المنظمة الدولية في إيقاف الإغاثة، فهي مسؤولية من الناحية المجردة، هي مسؤولية السلطة المحلية وبالتالي على الحكومة. لكن سعادته، ولكن أيضا كان هناك تحجج من المنظمات وغيرها بأنه ما يمنع وصول المساعدات إلى مدينة تعز هو أن منافذ المدينة محاصرة ومغلقة. اليوم فتحت معظم هذه المنافذ المحيطة بالمدينة، ما الذي يمنع وصول هذه المساعدات؟ لا يوجد ما يمنع على دخول المساعدات. كان الوضع داخل المدينة هو أكثر حصارا مما هو موجود الآن، خاصة بعد فتح منفذ الضباب صار المسألة والأعذار التي تقال بأن لا نستطيع دخول تعز، هذه انتهت المسألة. كانت تدخل وكانت الأمور بشكل متواصل، وكانت المنظمة تقوم بدعم حتى، وكان السكان الموجودين داخل المدينة هم بعدد أقل مما هو اليوم وزاد الأعداد، خاصة بعد عودة المواطنين من النزوح الموجودين وعودتهم إلى مساكنهم، تضاعف حجم الاحتياج الغذائي والإغاثي بما يتطلب من غذاء طبي ونظافة ومياه وخلافه. الخدمات الأساسية التي تقدم اليوم تضاعفت على ما كانت عليه في الفترة السابقة، وبالتالي اليوم تضاعفت مسؤوليتنا نحن كسلطة محلية بما يفترض أن نقدمه للمواطن. لكن أنا أقول أنه مسألة عدم وجود الإمكانيات التي تقدم لازم نعتمد على المنظمة الخارجية، وبالتالي هي وقفت عن دعمنا. تخيل أنت واضع نحن معتمدين على مساعدة المنظمات الخارجية ولا نستطيع أن نقدم شيء من الداخل، وبالتالي هذه المنظمات قطعت. فما تصور أنت ما هي الأزمة التي يعيشها المواطن؟ نحن نقول بأنه اختناقات حادة في القدرة على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطن، وبالتالي نحن حذرنا من مؤشرات قد بدأت تلح في الأفق لكارثة محققة تعيشها محافظة تعز. لا تقدم المنظمات المساعدة للمحافظة ولا الدولة الشرعية تقدم شيء بما يخفف من أعباء هؤلاء. يعني سعادة الوكيل، يعني هو ارتكانكم على المنظمات الدولية بينما المنظمات لم تقدم شيء. اليوم المنظمات أوقفت مساعدتها بما يتصل بما تقدمه بالعمل الغذائي إلا بالندر اليسير، بما يتصل بجوانب صحية أطباء إلى حدود الصليب الأحمر إلى بحدود، لكن لا يفي باحتياجات المطلوبة. أقصد أنا بما يتصل بالعمل الإغاثي الغذائي. نعم. أنا أعتقد اليوم موقف لا نستطيع. نحن نسمع قرارات وتوجيهات من السلطة الشرعية، هذا كلام صحيح. نحن نقول أن نتمنى أن نوجدها إيجابيا على الواقع بما يتصل بالوقوف بمحافظة مع محافظة تعز. نحن لم نجد هذه، ولهذا نحن نستغل وجودنا معك في قناة بلقيس ونوجه نداء للأخ رئيس الوزراء، نداء للمواطنين حقهم أن يقولوا هذا القول، بأن على رئيس الوزراء أن يوجه البنك المركزي ووزارة المالية. نعم. أن يصرفوا من رواتب محافظة تعز ليس بالقطارة كما هو حاصل الآن، على الأقل إنه الدولة قدمت شيء للمواطن وهو راتبه بحيث أنه تستطيع أن تخفف معاناة الناس اليوم. نعم. إذا سعادة الوكيل سأسمحك بالبقاء معنا. أعود إلى ضيفي الآخر دكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز. يعني دكتور، المنظمات الدولية تؤكد بين حين وآخر إرسالها مساعدات إلى تعز، بينما أنتم تقولون أنه لم يصل أي شيء للمدينة منذ فك الحصار عن المحافظة، أين المشكلة بالضبط؟ يا أخي شوف، هناك كل نغني على ليلى مثل ما يقولون في المثل. حقيقة أن ربما بعض المنظمات تعمل فيما يسمى الوازعية أو إلى منطقة الحوبان، وبعض المنظمات تعمل مثلا في منطقة الشمايتين، وبعض المنظمات تعمل من إب إلى خدير أو كذا، لكن هذا العمل صار متقطع يا أخي. عملية ترقيع ليست عملية حل المشكلة. أنا أتكلم محافظة تعز 500,000 أسرة في الوقت الذي بعض المنظمات أكثر المنظمات ما يسمى الغذاء العالمي وزع بحدود 20,000 سلة غذائية، والمحافظة فيها 500,000 سلة غذائية. كما أؤكد أن هناك ربما يقولون عدم الدخول، عدم القدرة على الدخول، الحصار على الدخول. ما أنا أؤكد لك حقيقة أن هذه المنظمة التي توزع 20,000 سلة غذائية لا تأتي بها من الحديدة ولا من صنعاء ولا من عدن، وإنما تشتري من الداخل. باستطاع جميع المنظمات الدولية
أن تشتري من تجار الجملة في محافظة تعز وتوزع على المحافظة. ربما عملية الترقيع هي الذي يعني يأخذها النظام العالمي ويقول أنها توصل إلى محافظة تعز مثلا على سبيل المثال، حتى مجموعة من المنظمات المحلية لإغاثة الناس النازحين من منطقة دبي الشيعة، وتم رصد هذا الكلام ويعني يرصد من ضمن الأشياء التي تمت في ذلك في شهر مثلا في يناير أو فبراير يعني. لكن كما قلت لك يعني الخرق كبير على احتياج الناس واسع، وما يتم توزيعه يكاد لا يكفي حتى لعشرة المئة من الناس المحتاجين. وكما أشدد كما على ما شدد عليه الأخ المهندس وكيل المحافظة، قلت لك ربما أكبر مصيبة اليوم هي انقطاع المرتبات، ولهذا ندعو إلى إعادة يعني صرف مرتبات الناس، لأنها كانت حقيقة يعني تحل مشكلة كبيرة لمئات الآلاف من الأسر في محافظة تعز. نعم دكتور، أطلقتم أيضا تظاهرة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت هذه التظاهرة تحت شعار تعز مأساة إنسانية، ما الذي يمكن أن يحقق بمثل هذه حملة؟ حقيقة نحن بالحملة هذه أردنا أن نسمع العالم وبالذات المنظمات الدولية صوت تعز، أنها فعلا مدينة منكوبة، ونتمنى أن تلقى هذه يعني الفعالية الابتداء بالمؤتمر وانتهاء بالعملية الإلكترونية آذانا صاغية وناس فعلا يهبوا إلى إنقاذ المحافظة. كذلك ربما يتحقق الناس أن هناك لا أحد يعرف ما هو في الداخل، كذلك عدم دخول الأخ وكيل الأمم المتحدة. نحن عملنا بدائل أننا نوصل صوت محافظة تعز وما هي المأساة التي تعيش فيها بالطريقة المتاحة لدينا، وهي المواقع الإلكترونية وعمل المؤتمر. وربما في الأيام القادمة يتم تصعيد أكثر وأكثر، ربما كما قلت لك يعني أساتذة الجامعات والمدرسية المدارس والمهندسين وجميع الناس صاروا فعلا يعني يتضورون جوعا. في الوقت الذي الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية لا تعمل لهذا أي حساب. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك دكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز، كنت معنا من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي. سعادة الوكيل، يعني ما الذي فعلته السلطة المحلية لمعالجة الحالة الإنسانية الكارثية في محافظة تعز في إطار الممكن؟ يعني هو في إطار الممكن، أنا أقول المؤلم أنه تقرير البرنامج الغذاء العالمي عندما جاء وعمل خارطة لتوزيع الغذاء في محافظة تعز ظل الكل باللون الأزرق، كأن تعز كلها أخذت مواصفاتها من المواد الغذائية، وبالتالي وزعها في مناطق كما أشار الدكتور عبد الكريم في مناطق تواجد الحوثي. نعم. ظل وجود هذه الإمداد الغذائي لمناطق المدينة وما جاورها في الحدود الإغاثي أنا أعتقد لم يتحقق. السلطة المحلية تتابع في مسألة التواصل مع برنامج الغذاء العالمي مع المنظمات مع مختلف عبر اللجنة العليا للإغاثة. اللجنة العليا للإغاثة برئاسة الوزير عبد الرقي فاح تبذل جهد غير عادي فيما يتصل بمسألة الإمداد الغذائي والمناشدات والإمدادات وطرح تعز بأنها محافظة منكوبة، لكن أنا المستغرب فيه إلى أي مدى تعطي نتائج هذه عند هذه المنظمات التي لا يكون فيها من الإيجابية في مقابلة هذه النداءات لتقوم بالإمداد الغذائي. الأخ المحافظ الآن يقوم بدور في مسألة فيما يتصل بالراتب، وفي معه فريق مالي وإداري ممتاز غطينا كل ما يتصل بالطلبات التي طالبينها بما يحقق التزام السلطة المحلية بكل النواقص والكشوفات الموجودة. أنا أعتقد أنه ما يبذل المحافظ والفريق المالي الموجود معه كان كافيا بأن يكون في إيجابية للتعامل مع هذا الأمر وتصرف الرواتب لأنها جاهزة فيما يتصل بكل هذه الأمور. هذا الدور أنا أعتقد أنه لو استلمت الناس رواتبها سوف يكون هناك تخفيف للعبء الذي العبء الموجود عند المواطنين فيما يتصل
بانعدام الوسائل الحياتيه له. الان ما في غاثه، وسائل العمليه الطبيه موجود غير موجوده، النظافه غير موجوده، راتب لا يستطيع المواطن، ما عندوش من كانت عزيزي، الناس بدأت تنفذ حتى المدخرات. صح نحن ضعيفين في اليمن في مسألة الادخار، لكن حتى من كان عامل احتياطه للزمن في مصر بادخار ماء الآن نفذ مسألة الادخار. أقصد أنا في وضع سيء، في وضع خانق، غصة مصطصاب الآخرين فيما الناس فيما يتصل بما يعانوه، ونحن لا نجد صوت. أنا أقول لكن سعادة الوكيل أيضا، ألم يكن من المفترض أن يكون هناك خطة للإغاثة بعد تحرير معظم أجزاء المدينة؟ لماذا لم يحدث ذلك؟ ما فيش خطة، لأنه ما في، أقول في تقصير من الجانب الشرعي فيما يتصل بالإمداد الغذائي. لم تكن هناك فكرة في مسألة كيفية التعامل مع المناطق المحررة، وبالتالي نحن نقول في تعز عندنا من الخطط والبرامج، عندنا احتياجات 2017، وعندنا كنا حتى في 2016 واللجنة الفرعية للإغاثة في تعز متواصلة مع اللجنة العليا، وعندنا من كل هذا والمنظمات والعاملة والائتلافات والهيئات والجمعيات بتنسيق كامل بما يتصل بالاحتياجات لمحافظة تعز. أين نحط هذه المعلومات التي توفر على أساسها الإغاثة؟ سلطة شرعية موجودة، اللجنة الفرعية للإغاثة تتوعد عبر المنظمات الدولية، ليس هناك ما تقدم، ولا ما نستطيعش نقول إن هناك موازنة يفترض، وهذا كلام أساسي. لم يطرأ في حكم في 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 بال السلطة الشرعية أن يضعوا في إمكانية في بالهم أن يكون هناك إمكانيات محسوبة لما يتصل بالعمل الإغاثي في المناطق المحررة، ليس في تعز فقط ولكن في كل المحافظات اللي يفترض أن تكون حررت. نعم. من جماعة الحوثي الصالح. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا المهندس رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا انتهت الحلقة، أشكر أيضا الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز، وختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل كمال حيدر ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.